الملف الرابع هو أصلا لوجود الفيديو. شخص يدعي، هو نقابي أيضا، يدعي وجود فيديو للأستاذ راشد الغنوجي، ويستدل هذا الشخص النقابي بأشخاص آخرين يحب معناها وقت زاد اذكارهم في الملف نتاعو، على اساس انهم هما شهود على الفيديو هذا. الاشخاص الذين استدل بهم هذا الشخص اصلا نفوا وجود الفيديو، ما لهمش فيديو مفبرك ولا تصريح مقتطع ولا كلمه اخرجت عن سياقه، فيديو غير موجود، نسج خياله جريمه وتم تتبع الاستاذ راشد الغنوجي بمقتضاها. الابحاث دامت اشهر، كل شاردة وواردة، كل مكان يمكن أن يكون فيه هذا الفيديو، تم بث فيه هذا الفيديو، تم وجوده في أي مكان، لم تتوانى الفرق المتعهدة بالملف عن البحث فيه لأشهر طويلة جدا، وثبت لديهم أيضا عدم وجود هذا الفيديو. أجريت مكافحات لساعات طويلة، ثبت إثرها عدم وجود هذا الفيديو. سماع الأستاذ راشد الغنوجي لساعات طويلة، ثبت فيها ايضا عدم وجود هذا الفيديو. النتيجه والمنطق القانوني السليم يقول انه يتم حفظ هذا الملف، ولكن لانه الامر يتعلق برشد الغنوجي الملف مازال محل بحث الى حد الساعه، بالرغم من كل النتائج اللي تفيد هذا الفيديو غير موجود. الاستهداف مش فقط الاستاذ راشد الغنوجي، لانه احنا حكينا في الملف ككل، ولكن لو معاه الدكتور احمد المشرقي في ملف التصريح المفبرك، معاه الدكتور احمد المشرقي دكتور فلسفه نائب مؤسس، ماناش عارفين الحقيقه وقت معناها علاش تم ايداع احمد المشرقي السجن. من وقت راشد الغنوجي يتكلم احمد يحط في الفاصل والنقطه ما بين الكلمات، ما فهمناش. كيف ما فهمناش كيفاش يلوجوا في التصريح في المقر، ما فهمناش علاش احمد المشرقي الكلام اذا عبر عليه على فرض انه مجرم عبر عليه الاستاذ راشد الغنوجي، احمد المشرقي لم يكن اصلا موجود في المسابقه. بعد 9 قضايا واكثر من 120 ساعه سماع واستنطاق، راشد الغنوجي خلاصه القول انه يسجن من اجل الكلمه.